اللهم كلل كل أعمالنا بالنجاح والفلاح والقبول يا رب العالمين. ربنا افتح لنا فتحا مبينا، فاغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. يعني أنا اعتقلت بسنة 1988 بعملية لجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، ونقلت إلى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وأمضيت فترة طويلة، تقريبا أغلب مدة اعتقالي كانت متواجد فيها بسجن عسقلان. بداخل سجن عسقلان تعرفت على الكثير من الأسرى، وكان من ضمن هؤلاء الأسرى الأسير يحيى السنوار. إلى علاقة بهذا الشخص اللي متبني كان بشكل كامل لقضية المقاومة، وخاصة أنه كان معجب جدا بالنموذج اللبناني فيما يتعلق بمقاومة العدو الإسرائيلي. كان شخصية اجتماعية فرحة، بتحب المزح، بتحب الضحك، كان معروف بتمسكه بمطالب الأسرى، خاصة أنه بمرحلة معينة كان يحيى هو أحد قادة السجون، قادة الأسرى بداخل السجون، كان متمسك وشرس جدا بالدفاع عن مطالب الأسرى. وهذا الدور وهي البصمة اللي تركها أثرت بكل الأسرى الموجودين واللي بيعرفوا يحيى السنوار، بغض النظر من أي منطقة هن، من أي مشارب فكرية أو أيديولوجية جايين. اللهم أتهم من حيث لم يحتسبوا، واقذف في قلوبهم الرعب، وانصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزرا، يا نعم المولى ونعم النصير.